قصدت فيه انه نتنياهو اذا فكر انه يعني بدأ هذا العدوان وسينهيه بطريقته فهذه مقامرة غير محسوبة لنتنياهو. نتنياهو ذاهب الى شطب مستقبله السياسي في حال انه استمر في التصعيد وصولا الى حرب. انا لا اقول انه المقاومة يعني ليس لديها ما تخسره كما يمكن ان يقال، لا، المقاومة لديها ما تخسره، شبابها، ابطالها، شعبها، هذا، لكن في المقابل العدو الصهيوني لديه ايضا ما يخسره كمجتمع وكنخبة سياسية وكحالة سياسية اليوم متعرضة الى نوع من انواع الانهيار منذ ان فشلت نتنياهو، منذ ان فشل بتشكيل حكومة بعد جولتين من الانتخابات، قد يذهبون الى جولة ثالثة، بمعنى ان الالم اكثر واليد الموجوعة اكثر هي في الطرف الصهيوني، وطرف المقاومة، وأقصد المقاومة غرفة العمليات المشتركة بكل ما فيها، لديه وسائل الضغط الأكثر ولديه وسائل تدفيع نتنياهو ثمنا باهظا، سواء من خلال استمرار العمليات هذه المتعلقة بالقصف أو من خلال عملية نوعية معد لها ممكن يكون سابقا وتنفذ بصورة تشكل ضربة مذلة لنتنياهو ولوزير دفاعه أو وزير حربه الجديد.